عليكم بنات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في افضل حال، وكنبغي انني نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى الميساجات ديالكم من هنا لخطاكم. واليوم جبت لكم ان شاء الله واحد البسبوسة اللي كتجي رائعة وكتجي هشة، والمذاق ديالها كيجي غزال وتخلي اي واحد يعني كلها عندك تعجبه ويسولك على المقادير. عندي هنايا جوج كؤوس ديال السميده ديال الحرشه، يعني سميده رقيقه. عندي هنا كاس يعني مع مرش ديال الماء. الكؤوس كما كتشوفوا هادو عندي يعني نفس القياس ديال كاس العنبه. عندي هنا كاس مع مرش ديال السنيده، وعندي هنايا كاس ديال الزيت، وعندي هنايا جوج ديال المندرينات اللي غادي يكونوا هما يعني بطل الفيديو، اللي هما اللي غادي يكونوا ان شاء الله باش غادي نصايب هاد البسبوسه. عندي هنا جوج خمارات، وعندي فانيا واحده، وعندي جوج ديال البيضات. كما كتشوفوا في المقادير يعني هي اقتصاديه وغادي تكون ان شاء الله متوفره عندكم، خصوصا ان المندرين دابا هذه هي الوقيته ديالو يعني متواجد يعني دابا ان شاء الله في اي بيت. وكما كتشوفوا فالمندرين من الاحسن يكون حمر، يعني يكون شويه يعني طايب وما يكونش فيه العظم من الاحسن، سينو كان عندكم يعني فيه العظم فحاولوا انكم يعني تحيدوا منه دوك العظومه وتحيدوا دوك الخيوط اللي كيكونوا لداخل كما كتشوفوا، ولكن غادي تخليوه بالقشره ديالو كما كتشوفوا في لا فيديو، يعني ما غاديش تحيدوا القشره. صافي غادي نقطع هاد جوج ديال المندرينات اللي عندي، غادي نديرهم يعني في الخلاط الكهربائي كما كتشوفوا. يعني فعل يعني هاد المندرين ما كيجي لا مر لا حتى حاجه، بالعكس كيجي واحد المذاق فيه غزال، وكتجي البسبوسه بواحد المذاق اللي هو رائع جدا. صافي هنا من بعد ما انا درت ديك المندرين ديالي في الخلاط الكهربائي، غادي نضيف عليه كاع العناصر، غادي نخلي غير السميده والخمارات هما اللي ما غاديش نضيفهم. صافي ضفت الماء، ضفت دابا الزيت، وغادي نضيف السكر سنيده، وغادي نضيف الفانيا وجوج ديال البيضات. صافي هادو هما المقادير البنات اللي عندنا. صافي كما كتشوفوا، وغادي نضيف واحد القبصه ديال الملح اللي انا نسيت ما قلتها لكمش في الاول مع المقادير، يعني غير شويه ديال الملح كما كتشوفوا باش كنحيدوا ديك الزفوريه اولا ديال البيض. صافي من بعد ما طحنت جميع العناصر اللي وريتكم، دابا غادي نضيف السميده، جوج كؤوس ديال السميده كما كتشوفوا، فهي سهله جدا وتقدروا يعني ديروها حتى لضيوف الغفله. الا جاو عندكم شي ضيوف دغيا غادي تنوضي توجديها، فهي كتوجد يعني في ساع. وهنا غادي نضيف جوج ديال الخمارات، وغادي نعاود نطحن الكل في الخلاط. صافي ها هي كما كتشوفوا، انا يعني خويتها لكم هنايا باش تشوفوا يعني القوام ديالها كيفاش كيجي. وكنولي نقول لكم البنات ان السميده كتبقى على حساب، يعني مثلا انا هنايا خدات لي جوج ديال الكؤوس كما كتشوفوا نتوما، الا شفتوا ان السميده ديالكم ما كتشربش يعني بقات شي شويه جاريه، فتقدروا تزيدوا غير شويه، غير ما تزيدوش بزاف كما كتعرفوا بان السميده مع المده فهي كتنشف. صافي هنايا كما كتشوفوا انا غادي نديرها في هذا المول، نتوما تقدروا ديروها في المول اللي كيتحل من الجناب، المول داير، يعني مهم انها تكون في واحد المول، وتقدروا ديروا داير وتقدروا ديروها حتى في دوك المولات الصغار، فهي كتجي ايضا كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا من بعد ما دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيت عليه السميده، صافي انا ضفت هذا الخليط، ولكن ما غاديش ندخله دابا للفران، غادي نخليه على جنب حتى يعني واحد 10 دقائق حتى نحس به يعني نشف، ما بقاش داك الخليط يعني جاري بزاف، فهو بحال اللي كينشف شي شويه. هاد الخطوه ضروريه منها البنات باش ما تخرج لكمش يعني كتفتت، وغادي تبقاو دغيا تتفتت لكم، غادي تخليوها واحد 10 دقائق كما قلت لكم هنايا في حتى تنشف. صافي ها هي من بعد كما كتشوفوا فهي
شربات ديك السميده. انا شعلت الفران خليته سخن، دابا غادي ندخلها، غادي نشعل عليها لتحت بحال اللي غادي نطيب الكيكه، درجه حراره ديال 180 درجه حتى تطلع، وعاد غادي نحلل نشعليها من الفوق، ولكن ردوا البال فهي دغيا كتحمر. صافي كما كتشوفوا هنايا غادي نحضر واحد السيرو، الكيكه خليتها كطيب، فضروري السيرو البنات ديما كنحضروه فاش تكون الكيكه كطيب، لان خصو يبرد عاد كنخويوه على البسبوسه ديالنا ولا اي يعني في اي يعني اي كيك اي حاجه كنا بغينا اننا نسقوها بشي حاجه، فكنوجدوا ديك السيرو ديالها على اتساع باش ما يكونش سخون ويخسر لنا ديك الكيك اولا ديك البسبوسه ديالنا. صافي هنايا ها هي البسبوسه ديالنا طابت. بالنسبه للسيرو البنات انا قلت لكم انني درت ماندارينا بالقشور ديالها، درت كاس ديال الماء ودرت واحد الكاس مع مرش ديال سنيده وخليتهم فوق النار حتى رجع ليا كما كتشوفوا، يعني كيرجع خاتر ديك السيرو بحال بهذه الطريقه هكا كما كتشوفوا. صافي ومن بعد فاش تخرج البسبوسه ديالي انا كنسقيها به مزيان، فهاد السيرو كيجي رائع وكيجي زوين. صافي هنايا كما كتشوفوا انا من بعد ما غادي ندير ديك درت يعني هاد السيرو، فتنتقب شي شويه باش يدخل داك السيرو لداخل وغادي نخليها. صافي هنايا من بعد ما شربت ليا انا غادي ندوز لمرحله التزيين. كما كتشوفوا عندي هنايا بيستاش وكيبقى تزين على حسب اي واحد، تقدروا ديروا لها غير الكوك وتقدروا ديروا لها حتى يعني غير لوز ايفيلي. بالنسبه لوز ايفيلي البنات الا بغيتوا ديروه يعني فمن الاحسن ديروه فوق قبل ما تدخلوها يعني للفرن، فاش كتخويوها في المول فكتزينوها باللوز ايفيلي كديروه من فوق عاد كتدخلوها فكطيب معاه، كيكون احسن وكيجي شاد وكيجي زوين محمر. انا غادي نشوف نقدر نحط لكم صوره ديال كنت ديجا درتها باللوز ايفيلي، نحاول انني نحطها لكم هنايا في هذه الوقيته ديال التزيين. انا غادي نشوف يعني نحطها. صافي هنايا الورد كما كتشوفوا فالتزيين كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب كل واحد وشنو عنده يعني شنو متوفر عنده في البيت. صافي هنا تندير داك البيستاش، بالنسبه للبيستاش انا طحنته شي شويه كما كتشوفوا درتو عليها وعاد بديت كندير بيستاش اللي هو صحيح منقي. فهاد البيستاش كيتباع يعني هكا بهاد الطريقه، كيتباع عند مالي الحلوه، يعني كتاخدي الكميه اللي غادي يعني تحتاجيها اولا. صافي وهنا كنزوق بديك الورود، وكانت هذه هي النتيجه النهائيه ديال البسبوسه ديالي. فصدقوني البنات فهي كتجي رائعه جدا وغادي تعجبكم وغادي تعجب الضيوف ديالكم ولا حتى وليداتكم. فانا صراحه كاع اللي كلاها عجباتو ويعني سولوني واش غادي تحطي لا فيديو ديالها، قلت لهم غنحط ان شاء الله لا فيديو، قلت لهم تسناو حتى تشوفوا لا فيديو عاد تاخذوا لا غوسات. المهم كما كتشوفوا فهي كتجي غزاله، وانا يعني كنقول لكم ديما انني حاجه اللي ما غاديش تكون كتصدق معايا والحاجه اللي ما غاديش تكون كتجيني زوينه، فان شاء الله يعني ما غاديش نحطها نهائيا في لا فيديو، حيت انا كنحط الحاجه اللي كتعجبني وكندوقها وكتعجبني، وكنبغيكم انكم حتى نتوما يعني تصايبوها وتفرحوا بها ويعني تكونوني بالخير بها. صافي كما كتشوفوا هنايا هي غادي نقطعها معكم، فهي كتجي هشيشه بزاف وكتجي يعني كدوب كما كنقولوا كدوب في الفم. صافي شكرا على حسن المتابعه وشكرا لكم بزاف، ما تنسونيش بلي لايك بلي جيم بالبارطاج مع صحابكم، الله يخطيكم وشكرا، والى فيديو قادم ان شاء الله. وكنتمنى انني نكون كما كنقول لكم دائما ضيفه قريبه على قلوبكم. بسلام عليكم والى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.